ago. السلام عليكم، معكم شادي العبادي من قناة ديفول الشادي أو الشيطان الشادي. اليوم جبت لكم موضوع حلو يعني، وكل الناس بيحكوا فيه بس ما بشوفه مقنعين. المهم اليوم بدي أعلمكم كيف إذا شخص مثلا أساء لدينك أو للإسلام، كيف بكل بساطة يعني تدافع عن دينك بكل بساطة. أي شخص مثلا، أنا شفت على الصفحات على الفيسبوك مثلا كثير ناس بيستهزئوا استغفار مثلا بالله سبحانه وتعالى، وبيستهزئوا مثلا بالنبي. هذول بكل بساطة انت لازم ما تعطيهم اهتمام، لأنه انت إذا سبيته حتعطيه مثلا يعني كيف بدي أقول لك هسه، مثلا احنا الناس اللي بنشتغل على يوتيوب لما تعطينا ديسلايك أو مثلا تكتب لنا تعليق، هذا ما احنا ما بنخسر شيء، اللي بيخسر هو أنت. لأنه بكل بساطة احنا مستفيدين على الجهتين، يعني عجبك أو ما عجبك، لأنه هذا بيعتبره يوتيوب تفاعل، والفيسبوك نفس الشيء. لما أنت تسب عليه انت بس حتعطيه تفاعل، انه هاي الصفحه عليها تفاعل، والفيسبوك مش حيمنحها، وعلى الفاضي حتظل موجوده. بكل بساطه اي صفحه بتشوفها بتصير للدين او اشي زي هيك، بكل بساطه اعمل زيي، حط على كلمه مزيد، احضر الصفحه بس. لانه هيك ان الفيسبوك نفسه لما يشوف الناس كلهم بيعملوا هذا على الصفحه، هو اصلا لحاله حتنلغي. زي ما بحكي لك، اي واحد بتحسه يعني ها مثلا هذا كمان مسمي حاله نفس الاسم يعني، وبيستهزئ بالله، بكل بساطة هيك اعمل فيه. لا تعطي اكثر مثلا من اكثر عن ما هو بيستحق يعني. بكل بساطة احضر وخلص. انت لما تحكي عنه وتعمل مثلا مشاركة له، وتخلي الناس مثلا تحكي هذا بسبع الدين، اعملوا كذا كذا، ايش الناس اللي بعثت له مثلا اللينك ايش حيعمل؟ حيفوت عليه وحيشوفه وحيشوف هبله، صح ولا لا؟ اوكي، كمان يعمل له اعجاب على الصفحة بس عشان يظل يشوف الهبل اللي بيعمله. فزي ما انا بقول لك، بكل بساطة اعمل حظر للصفحة. وعلى يوتيوب نفس الاشي، واحد ما عجبك لا تعمل له بلوك ولا تعمل له اشي، بكل بساطة لا تعمل له بس اشتراك، بس هاي السبسكرايب لا تعمل له اياها، بس هذا كل اللي عليك. يعني فيش داعي انك تظل تحكي في الموضوع، انه هذول الناس اذا حكيت عنهم حتزيد شهرتهم، هم مش حيخسروا اشي، بالعكس هم حيكسبوا يعني من الشغلة اللي عملتها، وانت حتزيد شهرتهم وبس. يعني هذا كل اشي يوم حبيت احكيه. وي سي يو انا نكست فيديو. باي باي.